عليكم يا تيتا يا جميل. وعليكم السلام ورحمة الله. طمنيني النتيجة ظهرت؟ ونجحت كمان. مبروك، ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا تيتا. بس يا خسارة ما طلعتش رول على الدفعة زي كل سنة، جبت جيد جدا. حلو قوي. المهم انك نجحتي يا ست منى، ألف مبروك يا روحي. الله يبارك فيك يا أجمل أم في الدنيا. الحمد لله مفيش مذاكرة بعد كده خلاص. بح بح بح. وإيه اللي بح بح؟ ده لا يتفق مع ما اتفقنا عليه إطلاقا. احنا اتفقنا تكملي مذاكرة لغاية ما تاخدي الماستر وبعدها الام دي. لا، الماجستير والدكتوراه تاخدهم بعد الجواز ولا ايه يا سي علي؟ اللي تشوفيها خالتي. بقولك ايه يا واد يا علي؟ يا ست النظرة، حد يقول للدكتور المحترم يا واد؟ ابن اختي وانا حرة فيه، ولا عندك اعتراض يا واد؟ انا نطقت ولا قلت حاجة يا خالتي؟ بحسب. معلش يا علي، اصل خالتك يوم ما اتولدت الداية سحبتها من لسانها. هو انت هتعديها لي يا خالتي؟ ما انت واقفه لي على الواحده برضه هتشوحي لي. لا يا خالتي مش هشوح لك ولا تزعلي روحك. ولا علي. ايوه خالتي. اما حته مفاجاه بقى، جايبه لك حته عقد في احسن مستشفى في السعوديه، وايه المرتب 7000 ريال في الشهر الواحد. شوف بقى بالمصري يبقوا كام. بصراحه هي فرصه كويسه جدا، بس لاي حد غيري. لا ده انت فقري بجد بقى. بقى انا دوخ 7 دوخات على ما اجيب لك عقد زي ده وما ادفعش فيه ولا مليم، وانت تضيع فرصه عمرك؟ ده انت فقري. الوجه الاخر للست النظره بدا. على الله ربنا يستر وما تفترسوش. صحيح يا علي، ليه لا؟ يعني كلها سنتين ثلاثه تقضيهم هناك وترجع وانت مكون نفسك، ونتجوز واحنا مستريحين، يا اما بقى نتجوز بعد ما اسجل الماجستير بتاعي وابقى هصلك على هناك. انت عارفه ان بعد الماجستير عندي دكتوراه، وبعد كده هتجي للابحاث العلميه. ما شاء الله، بتقلد عمك مصطفى مش كده يا خايب الرجا؟ خايب الرجا؟ الله، وهو مصطفى ماله بس يا ست النظر؟ دقه قديمه، الزمان غير الزمان يا مصطفى. شوف احنا اتجوزنا على زماننا بكام، ودول ممكن يتكلفوا كام في جوازهم. راهي نفسك يا خالتي، انا موضوع السفر ده لغي من خطه حياتي خالص، الا لو كان لمؤتمرات طبيه بس. اهل بلدي اولى بيا وبعلمي. اصرفوا، اصرف عفريتك اللي لابس الواد ده يا مصطفى. مستقبله هو ادرى بيه يا فاطمه. هو ادرى بيه يا خالتي. ماشي. بص يا واد يا علي، انت أيوة تمشي من هنا وما اشوفش وشك خالص الا لما تجيب العربيه وتجيب الشقه الجديده وتجهزها من كله، والا والله ما هتشوف طرف منا، وهجوزها بقى للي يستاهلها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نتمنى الحقيقة أحسن، ده أمك افترستوا فعلا. أحرقت الواد وغسفتيه. جرى إيه يا خالتي؟ مش لازم أفوقه ما دام مش عاوز يفوق. عارفة يا فاطمة هانم أسوأ شيء في الدكتور العظيم ده إيه؟ إيه؟ إن أنتِ خالته. حلوة. حلوة عجبتك أوي يا مصطفى. يا سلام يا سلام يا سلام، عجبتك أوي يا خالتي. أقول لك إيه، عجبتني أوي أوي. إن ما كانش بقى عندك مانع. لا ما عنديش مانع يا خالتي، وأنا أقدر أزعلك. طب بالمناسبة دي بقى، روحي اعملي لي بقى كوباية شربات بمناسبة نجاح منة. لا مش هعمل يا خالتي. ماشي. الله الله الله، ايه الحكاية؟ طيب أنا عندي اقتراح جيد وبناء، هيحل المشكلة ديت ويعمل مصالحة وطنية منزلية. دلوقتي بمناسبة إن الست منة طلة خدت البكالوريوس، والست النظرة الحمد لله خدت أجازتها السنوية، ما أخد أنا كمان أجازة ونطلع نهيص بقى في جمصة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب صبرني يا رب. في ايه يا دكتور؟ بقى معقول اخوك عامل دعايه وعمال ينزل الشوارع ويروح البيوت ويعمل مؤتمرات انتخابيه وانت عاوز تروح تصيف؟ يا ست فاطمه، وانا حتى لو اصلا فضلت قاعد في البلد لا هلف على بيوت ولا هروح قهاوي ولا هعمل مؤتمرات ولا هلف في البلد بعربيه ميكروفون. ابشر، يبقى اخوك هيكسب 100%. لا مش هيكسب ولا هينولها، مصطفى هو اللي هيكسب. تمام يا ام يا حبيبتي. ازاي بقى يا خالتي؟ ازاي ومحمود عامل دعايه قد كده ومشاريع ورصف شوارع ومؤتمرات انتخابيه؟ ايه انتوا بتتكلموا ازاي يا جماعه؟ فاطمه عندها حق يا مصطفى. الله، ايه الحكايه يا امي؟ وانتوا معاكوا معاكوا وعليكوا عليكوا. انت فاهمه ان انا ممكن اروح اتسول اصوات الناخبين؟ امال يعني هنفضل ساكتين لحد ما يجي يوم الانتخاب ويكسب هو؟ لا، بقول لك ايه، مفيش تصيف السنه دي ولازم نسعى لنفسنا بقى. خلاص بقى يا دكتور، ما انت عارف خالتك معتبرك زي احمد بالظبط، ودايما لسانها فالت. من انا بحبك.
ما اقدرش اتصور الحياه من غيرك، لكن ارجوك تفهمي خالتي ان مستقبلي ده ملكي انا، وما اسمحش لاي حد في الدنيا يتدخل فيه. حتى انا يا علي؟ لا طبعا يا منى، بس انا مخطط لمستقبلي ولحياتي كويس قوي. طيب ما تيجي نفكر انك تشتغل في اي مستشفى استثماري عن طريق الدكتور ابراهيم، ودي اكيد هيبقى مرتبها كويس قوي. ما تخلى عن رسالتي في علاج الناس الغلابه من اهل بلدي عشان اروح مستشفى استثماري اعالج الناس الاغنياء. غلابه ايه واغنياء ايه؟ دول عيانين ودول عيانين، وانت هنا دكتور وهناك دكتور، وكل الموضوع انك بتأدي رسالتك وبس. بس هنا هتفرج لعلاج الناس الغلابه اللي محتاجيني اكتر. يا دكتور، على فكره يبدو ان خالتك عندها حق، الظاهر والله اعلم ان انت وش فقر. بقول لك ايه، خش اتغدى وكلهم عشان تشوف شغلك. بسم الله ما شاء الله يا حاجه نعيمه، النهارده الحمد لله حالتك زي الفل. البركه فيك يا دكتور مصطفى. البركه كلها في ربنا سبحانه وتعالى. على كل حال انا هلغي كل الادويه القديمه، هكتب لك دواء واحد تاخديه لمده شهر واحد. انا مش جايه اكشف وبس، انا جايه وخايفه يا دكتور مصطفى لا يكون موضوع الارض ومجمع المصانع اللي اخوك هيبنيهم عليها تكون فهمته غلط. وانا هفهم غلط ايه في موضوع مجمع المصانع ده؟ اصل يعني محمود بيه بيستغل موضوع المصانع جامد قوي في الانتخابات، واحنا والله العظيم ما كان في بالنا الانتخابات خالص واحنا بندخل معاه بالارض في المشروع. على فكره يا دكتور، احنا بالرغم ان احنا بينا مع اخو حضرتك شركه، لكن معاك كلنا بقلبنا، وعلى فكره احنا واهل البلد كلها مش هنقدر ندي صوتنا لحد غيرك. طب وانتوا ايه اللي قلقكم في موضوع مجمع المصانع ده؟ كويس جدا ان انتوا دخلتوا بالارض وهتعملوا المصانع دي، ده خير خير ربنا بعته للبلد وليكم. انتوا عارفين الشباب دلوقتي بيتخرجوا مش لاقيين شغل، قاعدين في البيوت، المصانع دي هتفتح بيوت كتير قوي ان شاء الله. ايه حبيبي بقى، مش ناوي يقوم ينام ويرتاح ولا ايه؟ خلاص يا ست الكل، انا فاضل لي بكتير 3 صفحات واخلص المقدمه بتاع البحث. ايوه يا حبيبي، بس انت تعبت قوي النهارده، من العياده للجامعه للبحث بتاعك، مش معقول كده؟ حد يسمع الكلام الجميل دوت وما ينفذش؟ حاضر اهو اهو. عامل كاسه النظر احمد، وحشني قوي. لا اله الا الله. يا ست فاطمه، هو مش قال لنا انه رايح مندوب سامي عن الشركه للغردقه علشان يشوف مشروعاتهم اللي هناك، وهيغيب شهر، والشهر ده لسه ما فاتش منه غير 15 يوم، وكل يوم بنكلمه في الموبايل وبنطمن عليه. ايه اللي قلقك يا ست الناس؟ بس مش عارفه يا مصطفى، معرفش، قلبي مبوض وقلقانه قوي من شغله في الشركه الاجنبيه دي.